اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقه، النجم الكبير كابتن سيد حمدي. ازيك يا سيد؟ ازيك كابتن اسلام؟ بقولك ايه، الله يخليك، الشياكه دي والله عامل ايه؟ الحمد لله. كمالك قلب على فشيري بتبعي كده، قلب على فشيري بتبعي، حد قالك؟ يعني شبه شويه نيولوك بس الجديد. عملت نيولوك جديد؟ اه. انت دايما متجدد يا سيد حبيبك. الاول انا عايز اسالك، ايه موضوع العشوائي ده؟ العشوائي ده طلع عليا في المنتخب. المنتخب كابتن وائل وكابتن حسن. وائل جمعه. لما كنا قاعدين في كابتن حسن شحاته. لا كابتن حسن شحاته. واللي طلعه الاول كابتن وائل. وائل جمعه. فقال له كابتن حسن يعني زهقان من سيد، من طريقه لعبه ما بعرفش هو رايح فين وجاي منين. فقال له اصلا هو عشوائي في اللعب. فطلعت الكلمه في المنتخب وانتشرت في النادي، فطلع علي اللقب. مبسوط بيها جدا يعني؟ ما عندكش مشكله؟ لا لا لا، هو الـ 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 الكلمه ما فيهاش حاجه، يعني هي كلمه ايجابيه ما فيهاش تريقه ولا فيها اي حاجه. هو بيقول ان انا لما بدخل عليه او بيخش عليا ما بعرفش اقطع منه الكوره باتجاه شمال يمين، فطلعت من هنا اللقب. فلا سعيد بيه يعني، ما فيش